مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. محسن العيفة يتوقع نتائج المواجهات القادمة للترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك المصري. كما قلنا في الخبر متاعنا اليوم، توقع الفلكي محسن العيفة في تصريح خاص أنه الترجي سيمر بعديد الصعوبات أمام الزمالك في النهائي السوبر، لكنه سيفوز وبصعوبة ويتوج باللقب السوبر الأفريقي ويكسر عقدة الفريق المصري، كما توقع هزيمة وفوز للترجي في الزوز مواجهات الفريقين في ربع النهائي رابطة الأبطال الأفريقية مع ترشح للترجي التونسي. ملخص الحديث محسن العيفة يقول أنه الترجي باش يلقى صعوبات كبيرة برشا في مباراة الزمالك في السوبر، لكنه باش يترشح في آخر المباراة وبصعوبة كذلك. لكن بعد الزوز مقابلات في ربع نهائي الشامبيونز ليج، يقول الترجي باش يخسر ماتش وباش يربح ماتش لكنه باش يترشح.